وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف من الكويت المحلل السياسي جاسم أشمري. نرحب بك سيد جاسم في نشرة الأخبار، وبداية كيف تنظر إلى العلاقات بين دول مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى؟ الاهتمام العربي والخليجي بدول آسيا الوسطى أخذ منحا تصاعديا منذ ما يقارب من 10 سنوات سابقة، حينما أطلق منتدى الاقتصاد والتعاون العربي مع دول آسيا الوسطى وأذربيجان في دورته الأولى في 11 مايو 2014، والذي أسفر عن توافق المشاركين على تشجيع الاستثمارات المتبادلة وخلق مناخ مناسب لجذب رجال الأعمال والمستثمرين من الجانبين ودراسة العوائق التي تواجههم وسبل إزالتها وإبرام اتفاقيات ثنائية لحماية وتشجيع الاستثمار وتفادي الازدواج الضريبي، إلى جانب تطوير قطاعات النقل البري والبحري والجوي والسكك الحديدية بين الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية ودول آسيا الوسطى، إضافة إلى جمهورية أذربيجان، والتوافق أيضا على تنسيق المواقف في المحافل الاقتصادية والتجارية. أيضا يمكن الإشارة إلى جولتي الحوار اللتين عقدتا بين الدول العربية ودول آسيا الوسطى تحت عنوان منتدى التعاون العربي مع دول آسيا الوسطى وأذربيجان، وعقدت الجولة الأولى في الرياض عام 2015 والثانية في دوشنبة عاصمة طاجكستان عام 2017، حيث كان من المتفق أن يتم التناوب على استضافة الاجتماعات بين العواصم العربية وعواصم دول آسيا الوسطى وأذربيجان. نعم، كيف تعزز مثل هذه القمم والاجتماعات العلاقات بين دول مجلس التعاون ودول العالم؟ كما أسلفنا فإن دول آسيا الوسطى ذات مكانة استراتيجية، وبالتالي فإن مد الجسور إلى هذه الدول والارتباط معها بشبكة علاقات مبنية على مصالح ومنافع متبادلة سيكون بمثابة فتح نوافذ جديدة للاستثمار الخليجي من جهة، ومن جهة أخرى يوفر لدول الخليج معادلة الحفاظ على توازن القوى بين المتنافسين في الإقليم، وربما أيضا شكل قوة دعم إضافية لدول الخليج العربي في مواجهة الاستقطابات. نعم. العالمية المتنامية. نعم، من الكويت المحلل السياسي جاسم أشمري، شكرا جزيلا لك.